أهلا برفقاء الحياة، بودكاست جرافين هنا، وأنا علي البحراني أحدثكم من منصة معنى. كم مرة طلعت سلك الشاحن وحصلته متشابك على بعضه؟ أساساً كم مرة بحثت عن الشاحن لأن بطارية الجوال لا تصمد سويعات بسيطة حتى تتحول أيقونة البطارية للون الأحمر، فتقوم قيامة صغرى وسباق زمني مدته ثوان للوصول إلى سلك الشاحن لتلقاه متلملم على بعضه وكأنه هارب من عقد الحياة إلى عقده الخاصة. لحظتها تتمنى أن تحل اللعنة على كل أسلاك العالم، ما سمك منها وما نحف. تتمنى لو في طريقة تشحن الجوال أو اللابتوب بدون أسلاك، أن يعمل التلفاز، المكيف والثلاجة دون أن توصل أي منها مباشرة بمأخذ الكهرباء في الجدار، أن تتخلص من كل التوصيلات والأسلاك اللي تتعثر فيها بمكتبك أو منزلك. هنا يجدر بي أن أقول لك أن تنتبه لما تتمنى، فالإنترنت اللي نستمتع فيه ونعيش خلاله موصل حول العالم بأسلاك ضخمة ممتدة تحت الأراضي والبحار، من خلالها يتم نقل المعلومات. لكن فكرة نقل الكهرباء لاسلكياً فكرة مش بطالة. حقيقة هي كانت محط نقاش وتطلعات منذ بداية تطور إنتاج الكهرباء. وقبل ما نتعرف على كيف نقدر ننقل الكهرباء خلال الهواء، خلوني أقول لكم قصة قصيرة عن مهندس شاب اسمه نيكولا تسلا. ولد نيكولا تسلا عام 1856 في قرية صغيرة حاليا تعتبر جزء من كرواتيا. أبوه كان قسيس وأمه، وبالرغم أنها لم تحظى بأي تعليم أكاديمي، إلا أنها كانت ماهرة جداً في التعامل مع الآلات، وكانت تتمتع بذاكرة صورية قوية. بدأت مسيرة تسلا كمخترع مبكراً أثناء عمله في المكتب المركزي للتلغراف في بودابست. أظهر من صغره اهتمام بالهندسة، وبالرغم من جهود أبيه لجعله قسيس، إلا أنه قبل بأن يكمل ابنه الهندسة في جامعة النمسا. كان لامعاً في الجامعة ومتفوق، لم يواجه صعوبة بإيجاد عمل في حقل الهندسة الكهربائية في بودابست. مهاراته وعلمه في هذا المجال شدت أنظار شركات الكهرباء في باريس وألمانيا لاستقطابه للعمل على مولدات الكهرباء الثابتة لديهم آنذاك، إلى أن التقى تشارلز باتشلر الذي يعتبر أحد شركاء إديسون في أوروبا. مع ورقة توصية من تشارلز سافر الشاب تسلا عام 1884 إلى أرض الفرص الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد لمدينة نيويورك. بالرغم من أنه تم تقديم الكهرباء لمدينة نيويورك في أواخر سبعينات القرن التاسع عشر، إلا أنهم كانوا ما زالوا يستخدمون الشموع والمصابيح الزيتية للإنارة الليلية. لكن مع ابتكار إديسون للمصباح المتوهج أصبح الطلب على الطاقة الكهربائية هائلاً، وسرعان ما أصبحت محطته الكهربائية في بيرل ستريت في منهاتن تحتكر إنارة الشوارع. أعمدة منتشرة يحمل كل منها صليب تتدلى منه أسلاك كهربائية ضخمة، بالرغم من أن الأسلاك المكشوفة كانت تشكل خطراً على الأطفال والسكان، إلا أنه سارع سكان نيويورك الأثرياء إلى توصيل منازلهم ومحلاتهم التجارية، وأهمها المصرف المعروف جي بي مورغان اللي استثمر بكثافة في إديسون. بعد وصول تسلا لنيويورك باشر العمل مع مخترع المصباح الكهربائي الشهير. كانت علاقة تسلا المباشرة بإديسون قصيرة للغاية ومحدودة، على عكس ما يظن الناس بأنهم كانوا يتصادفون ويتحدثون أغلب الوقت، حيث بدأ تسلا العمل في شركة إديسون ماشين ووركس. السجل الوحيد لدينا فيما يتعلق بوظيفته هو قائمة بالموظفين ورواتبهم الشهرية. تم إدراج تسلا كمهندس كهربائي براتب $100 شهريا. عرض إديسون على المهندس الشاب أن يطور من منظومة المولدات الكهربائية اللي كانت تنتج تيار ثابت يسمى Direct Current أو اختصارا DC، وعرض عليه إديسون مكافأة $50,000. سارع تسلا بدراسة وتحليل المعامل والمولدات، وابتكر عدة حلول وتعديلات عليها، كما أنه طور فكرة جديدة ونوعية لإنتاج الكهرباء تسمى التيار المتناوب Alternating Current أو AC. تسلا أيضا سجل عدة براءات اختراع باسمه أثناء عمله. أعجب إديسون بأداء تسلا وإنجازاته، وعندما طلب الأخير مكافأته الموعودة ضحك إديسون في وجهه قائلا: يبدو أنك لا تعرف حس الفكاهة الأمريكية، ولم يعطيه شيئا. غادر تسلا أعمال إديسون غاضبا بعد حوالي 6 أشهر،
خلال الثلاث سنوات التي تليها تقدم تسلا بطلب للحصول على 7 براءات اختراع أمريكية في مجال محركات التيار المتناوب. كانت أفكاره أصيلة ومهمة والأكثر قيمة منذ اختراع الهاتف. في هذا الوقت سمع عالم صناعي يدعى جورج وستنغهاوس عن اختراع تسلا، واعتقد أنه يمكن أن يكون الحلقة المفقودة في نقل الطاقة لمسافات طويلة. جاء في يوم من الأيام إلى مختبر تسلا وقدم عرض لشراء جميع براءات اختراعاته، بالإضافة إلى إعطائه رسوم حقوق ملكية رويالتي عن كل قوة حصان تنتج من الطاقة الكهربائية. اتفق الاثنان، وسرعان ما صرف تسلا نصف ثروته الجديدة في بناء مختبر جديد. لفت التقدم الذي حققته براءات اختراع تسلا أنظار إديسون وشركائه. عندها اندلعت حرب صناعية واسعة النطاق سميت بحرب التيارات الكهربائية War of the Currents. كان مستقبل التنمية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية مرهوناً بالفائز في هذه الحرب، حيث سيكون التكنولوجيا المختارة لإنارة كل البلاد وربما العالم، منافسة بين التيار المتناوب لتسلا والتيار المباشر لإديسون. لكن في البداية خلنا نتعرف على الفرق بين التيار المباشر DC اللي كان يعمل عليه إديسون والتيار المتناوب AC اللي كان يعمل عليه تسلا. أقرب مثال للتيار المباشر DC هو البطارية، بحيث تستحث الإلكترونات لإنتاج تيار ثابت ذو جهد محدد فولتج. المعمل الذي طوره إديسون ينتج ما بين 120 و 220 فولت، لكنها تقل مع المسافة ومقدار الاستهلاك الكهربائي من البيوت. من مساوئ هذا النظام أنه كان يخدم البيوت القريبة فقط، إذ لا يصل لمسافات بعيدة، فلا بد من بناء أكثر من مولد كهربائي في كل حي. أيضاً يحتاج لاستخدام أسلاك نحاسية سميكة، لهذا تعتبر هذه التقنية مكلفة جداً، بالإضافة إلى أن بعض السكان كانوا يعانون من خروج شرار من بعض الأسلاك والأجهزة. تخيل أنك لكي تنير حي واحد تحتاج لأن تبني 3 أو 4 محطات توليد كهربائية كبيرة. إديسون كان يدير المولدات باستخدام بخار الماء، فكان لابد أن يبني سخانات ماء ضخمة خلف محطة التوليد، فتخيلوا كل هذا العناء والتكلفة. أما نظام التيار المتناوب AC يعمل من خلال جهاز ابتكره تسلا يسمى مولد التيار المتردد أو المتناوب، وهو عبارة عن حلقة من الأسلاك الموصلة تدور داخل حقل مغناطيسي، مما يحفز من إنتاج إلكترونات بشكل متردد ذهاباً وإياباً بلا انقطاع. هذا الشيء يسمح بإنتاج جهد فولتج أعلى، وبالإمكان نقله لمسافات بعيدة من خلال أسلاك أنحف بدون خسارة لأي من الجهد المنتج. في هذا الوقت شن إديسون حرباً دعائية لتشويه سمعة التيار المتناوب، حيث أمر موظفيه من ضمنهم أستاذاً يدعى هارولد براون بالتجول والحديث مع الجماهير عن خطورة التيار المتناوب لتسلا. كانوا يصعقون الكلاب والخيول على خشبة المسرح، حتى أنهم قتلوا فيلاً بإيصاله مباشرة بتيار متناوب عالي الجهد، وبلغ بهم الحال لإظهار مدى خطورة التيار المتناوب إلى السعي لتنفيذ حكم الإعدام عن طريق صنع أول كرسي كهربائي في سجن أوبرون في نيويورك باستخدام مولدات مستعملة أخذوها من شركة وستنغهاوس اللي يعمل فيها تسلا. رداً على حملة التشويه هذا، نفذ تسلا تجربة مثيرة، حيث جلس في غرفة بها حقل مغناطيسي عالي التردد، حيث تتطاير الشحنات الكهربائية بجنون وقوة من حوله خلال قفص فاراداي. كان ممسكاً بمصباحين دون أسلاك مضاءين اعتماداً على الحقل المغناطيسي للتيار المتناوب. أثارت تلك التجربة الدهشة وعجز الحضور عن فهم شرح تسلا لها. بعد سنتين فازت شركة وستنغهاوس بمناقصة عرض وتشغيل معرض شيكاغو العالمي، حيث اعتبر أول معرض للكهرباء في التاريخ يحضره كبار المهندسين ورجال الأعمال والسياسة من حول العالم. أطلق على المعرض أيضاً اسم المعرض الكولومبي، احتفالاً بمرور 400 عام على اكتشاف كولومبوس لأمريكا. افتتح المعرض الكولومبي في 1 مايو من عام 1893. في ذلك المساء قام رئيس المعرض بضغط زر واحد ليضيء 100,000 من المصابيح المتوهجة التي أنارت جميع المباني الكلاسيكية على أرض المعارض لتشع كمدينة النور وسط ظلمة ذلك القرن. كانت مدينة النور هذا من إنجاز تسلا وويستنغهاوس. بالنسبة لمن حضروا المعرض كان من الواضح بشكل كبير أن المستقبل للتيار المتناوب AC. من تلك الليلة كان أكثر من 80% من جميع الأجهزة الكهربائية في الولايات المتحدة تطلب التيار المتناوب لتسلا. من بعدها توقفت الحرب ما بين تسلا وإديسون، حيث بان الفائز للملأ.
كانت هذه الحقبة أيضاً صعبة مالياً بالنسبة لشركة ويستنغهاوس، فطلبت الشركة بشكل مؤقت من تسلا أن يتم وقف الرسوم المستحقة التي تدفع له لقاء حقوقه الفكرية. أجابهم تسلا بأنه مزق الأوراق وأنه تنازل عن جميع حقوقه لإنقاذ الشركة. كان تسلا سعيداً بأن شخص مثل جورج ويستنغهاوس آمن به وأعطاه الفرصة التي لم يعطيها له أحد من قبل. بعد فترة عصيبة وفي أواخر عام 1893 منحت ويستنغهاوس عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء عند شلالات نياجارا، وهي شلالات ضخمة تقع شمال الولايات المتحدة على حدودها مع كندا. جاء العقد نتيجة لمنافسة عدة شركات، من بينهم شركة جنرال إلكتريك التي انضم إليها أديسون مؤخرا. لجنة شلالات نياجارا الدولية على رأسها كان اللورد كلفن، عالم الفيزياء البريطاني الشهير، كان معارضا للتيار المتناوب مثل أديسون، حتى حضر معرض شيكاغو وشاف إنجاز تسلا، فتحول رأي كلفن ولجنته إلى التيار المتناوب. فرست المناقصة على شركة ويستنغهاوس اللي استخدمت بدورها قوة دفع مياه الشلالات إلى تدوير توربينات ضخمة لإنتاج تيار متناوب بشكل متواصل لتنير أجزاء رئيسية من البلاد. الجدير بالذكر أنه في عام 1976 تم بناء تمثال لتسلا مطل على هذه الشلالات الضخمة تخليداً لذكرها. في إنجلترا أثبت العالم ماكسويل رياضياً أن الضوء يعتبر إشعاعاً كهرومغناطيسياً، أي أن الضوء عبارة عن كهرباء تهتز بتردد عال للغاية. بعدها أكد العالم هيرتز في ألمانيا بشكل تجريبي أن الشرارة الكهربائية تنشر موجات كهرومغناطيسية في الفضاء. حددت هذه الاكتشافات موجات الراديو وأثارت تكهنات حول إمكانيات جديدة للكهرباء. بدأ تسلا تجاربه ذات التردد العالي من خلال بناء مولدات تعمل بسرعات أعلى، ثم ابتكر بعدها جهاز لازال يعرف حتى اليوم باسم تسلا كويل أو ملف تسلا. يمكن لهذا الجهاز أن ينتج ترددات عالية جدا ذات جهد ضخم. باستخدام هذه الترددات العالية استطاع تسلا إضاءة مصباح لاسلكيا، حيث قام بنقل الكهرباء عبر الهواء. كانت هذه بداية هوسه في نقل الطاقة لاسلكيا. بعدها قرر تسلا الانتقال إلى مدينة كولورادو سبرينغز عام 1899 لينشئ معملاً لتجاربه على التيارات العالية الجهد والتردد. أدى افتتان تسلا بنقل الطاقة اللاسلكية خلال الفراغ لفكرة بناء برج مرتفع جداً بحيث يتم إرسال شحنات كهربائية خلال طبقات الغلاف الجوي العليا. لكن تجاهل تسلا الأدلة المتزايدة على عدم فعالية مخططه، وأبرزها عجزه عن العمل على مسافات طويلة، مما أدى إلى أخفاقات متواصلة. أحلام تسلا تلك لم تبصر النور لتوقف الدعم المالي لعدة أسباب، أهمها فشله في شرح تجربته للممولين، إضافة إلى محاربة توماس إديسون الذي حشد أباطرة إنتاج الكهرباء التقليدية السلكية إلى صفه وأقنعهم بأن تجارب تسلا ستؤدي إلى إفلاسهم. عاد تسلا إلى نيويورك خائباً ومعه دفتر ملاحظات ونتائج تجارب كولورادو سبرينغز، وقد حوى أسرار نقل الطاقة الكهربائية اللاسلكي. أما المعمل الذي بني هناك ففكك ودمر البرج الخاص بنقل الطاقة لاحقاً. في كتاب سيرة ذاتية عن حياة تسلا نشر من قبل جامعة برينستون عنوانه تسلا Inventor of the Electrical Age، الكاتب برنارد كارسون فصل في كتاب بديع من 517 صفحة الصراع الذي كان يعاني منه تسلا كمخترع. مشكلته هي الربط بين الواقع والأوهام. من سن مبكرة أظهر تسلا مخيلة بصرية مثيرة للإعجاب مكنته من إنشاء صور ذهنية مفصلة للآلات وطريقة عملها. طوال حياته المهنية سعى لترجمة هذه الصور الذهنية إلى أجهزة، لكن فشل في إقناع الآخرين بها. أصبح تسلا يستخدم المشاعر لإقناع الناس وجذبهم، فبطبيعة الحال البشر كائنات عاطفية أكثر منها منطقية، حيث كان يعتمد تسلا على إبهار الجمهور لحشد الدعم من المجتمع العلمي وعامة الناس. يذكر الكاتب كارسون الحوادث التي ساهمت في انتشار اسم تسلا فقط بسبب غرابة بعض أقواله، مثلا ادعاءاته بأنه التقط رسائل لاسلكية من خارج كوكب الأرض، أو تصميمه لسلاح يطلق شعاع ضوء فتاك يستطيع إسقاط عشرات الطائرات دفعة واحدة، شبيه بما نعرفه اليوم بالليزر. حديث الكاتب عن الغموض الذي كان يحوم حول تسلا ذكرني بالفيلم الرائع The Prestige للمخرج كريستوفر نولان، الذي بمساعدة أخيه جوناثان كتب النص مستوحى من رواية بنفس الاسم نشرت عام 1995. الفيلم من بطولة هيو جاكمان، كريستيان بيل، وديفيد بوي الذي لعب دور نيكولا تسلا. الفيلم جسد تسلا على أنه شخص غامض يستطيع أن يخترع أشياء غريبة باستخدام الكهرباء، من ضمنها الانتقال من مكان لمكان آخر
باستخدام الطاقة الكهربائية. الفيلم فني وجميل جدا. بعد عودة تسلا لنيويورك بدأ المخترع دوامة بطيئة وثابتة في الانحدار، فكلما كانت نظرياته أكثر تعقيدا كذلك كانت تكلفة المعدات اللازمة لاختبارها. حاول بناء برج آخر أكبر وأطول سمي ببرج تسلا، عبارة عن برج خشبي مرتفع تعتليه قبة حديدية ضخمة من المقرر لها نقل الطاقة خلال الهواء إلى مسافات بعيدة. أقنع تسلا رجل الأعمال جي بي مورغان في البداية ليدعمه بمبلغ 150 ألف دولار مقابل 51% من أي أرباح. سرعان ما خسر تسلا الأموال وفقد حصة الأغلبية من عمله. توقف الدعم المالي لمشاريعه، وفي بداية الحرب العالمية الثانية تم هدم المختبر الغير مكتمل لأن السكان المحليين كانوا يخشون أن يستخدمه الجواسيس الألمان كمحطة بث. بالرغم من غموض وأوهام تسلا، هل مفهوم الكهرباء اللاسلكية تعتبر وهم وخيال؟ الفكرة مشابهة لما يحدث عند نقل المعلومات عبر موجات الراديو، لكن الصعوبة اللي تواجهنا أثناء نقل الطاقة الكهربائية أننا نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفولتات ذو الجهد العالي. هالشيء يخليها أكثر تكلفة وأعقد تشغيلياً، على عكس نقل المعلومات خلال الراديو اللي تحتاج موجات منخفضة الطاقة. في مشروع بحثي حظي بتمويل كبير من معهد MIT استطاعوا نقل طاقة بمقدار 60 واط مسافة مترين استخدمت في تشغيل مصباح كهربائي تقليدي. أهمية هذا الإنجاز هي في اعتماده على نقل الطاقة الكهربائية باستخدام مبدأ الرنين المغناطيسي بترددات منخفضة ما بين 100 كيلو هرتز إلى 25 ميجا هرتز لنقل الطاقة بكفاءة عالية وأمان. تعتمد هذه الطريقة على استخدام قطعة باعثة وأخرى مستقبلة لهما تردد الرنين نفسه، مما يسمح بنقل الكهرباء بينهما حتى في حال وجود حائل. مثل هذا المشروع تحول إلى شركة ناشئة أطلق عليها اسم WeTricity، اختصار كلمتين Wireless Electricity أو كهرباء لاسلكية. الترددات المستخدمة في هذه الأنظمة تجنبت الترددات العالية اللي يعتقد بعض العلماء أنها ترفع درجة حرارة الخلايا الحية، مما يجعلها عرضة للتكاثر السرطاني. في عام 2008 نشأ تحالف ضخم بين المصنعين ومعامل الأبحاث في أوروبا، أمريكا وآسيا. نتج من هذا التحالف وضع معيار دولي لنقل الطاقة لاسلكيا، وأعلن تحالف من شركات نوكيا، سانيو، فيليبس وواوي تدشين أول شاحن لاسلكي للهواتف الذكية. توسع هذا التحالف في 2012 بانضمام عملاق الإلكترونيات الكوري سامسونج. بالرغم أن الحلم ما زال في بداياته، ولكن في الآونة الأخيرة نجحت العديد من محاولات نقل الكهرباء خلال الهواء. استطاع فريق من العلماء اليابانيين في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا باستخدام الطاقة الشمسية لنقل 1.8 كيلو واط من الطاقة الكهربائية لمسافة 55 متر في الفضاء. وتوقعت الوكالة أن العالم سيستطيع الاستفادة من مثل هذه التقنية بحلول عام 2040 ميلادي. بإعادة حلم نيكولا تسلا للحياة، يمكننا أن نتوقع التخلص من كل ما يتعلق بشبكة توزيع الكهرباء في حياتنا اليومية. لا كوابل أرضية، لا محولات ضخمة، لا أسلاك هوائية سميكة وبشعة كتلك التي أصبحت مكوناً أساسياً في صورة ذكرياتنا وكأنها من رحم الطبيعة. لعلنا لا نزال بعيدين عن تلك الرؤية، لكن أسطورة نقل الطاقة لاسلكياً التي اختفت مع مذكرات كولورادو سبرينغز قد بدأت في التجسد حقاً. مع توقف الدعم لأعمال تسلا في نهاية حياته، قضى سنواته الأخيرة في عزلة ووضع مالي ضعيف. توفي تسلا عام 1943 وحيداً في غرفة فندق مستأجرة بمدينة نيويورك. كان تسلا إنساناً حالماً يبحث عن النفع للبشرية دون مقابل، على نظير إديسون الذي كان واقعياً عملياً استطاع أن يحول اختراعاته إلى قيمة مضافة له ولغيره. تسلا لو لم يتنازل عن رسوم حقوقه الفكرية لشركة ويستنغهاوس لكان من أغنى أغنياء العالم، ولكن بنفس الوقت ربما تفلس الشركة ولا يصل اختراعه للناس. يقول تسلا: لا يمثل المال هذه القيمة التي وضعها البشر له، لقد تم استثمار كل أموالي في التجارب التي قمت بها باكتشافات جديدة تمكن البشرية من الحصول على حياة أسهل.
هنا رسالة للجميع، دعوة لتنمية مهاراتك وإنتاجك لما فيه عطاء ونفع للناس، وبنفس الوقت أن تعرف قدرك وقيمتك السوقية. هو مزيج ما بين المثالية ايديالزم والواقعية ريليزم. إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في مقابلة له صرح بأن عالمه المفضل في مجال الكهرباء هو أديسون، بالرغم من أن أسمى شركته تيمنا بالعالم تسلا، إلا أنه يعتبر أديسون أقوى في عالم الأعمال، حيث أنه استطاع أن يحول التقنية والابتكار إلى عوائد مادية مربحة. وهالشيء اللي طبقه إيلون ماسك نفسه في خلال شركاته كلها، كانت عنده تطلعات تسلا الحالمة المبتكرة التي تصنع للمستقبل، ونظرة أديسون إلى عالم المال والأعمال. هذه قصتنا لليوم عن الكهرباء اللاسلكية التي وصلتكم خلال أسلاك الإنترنت، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة من بودكاست جرافين، كونوا بخير يا رفقاء الحياة.